احنا ما جبناش حتى كارت باترون يعني هدو لان هادشي كله خاص بالبحار هادشي كامل اللي كتشوف فيه باش يكون البحار شريك باش يكون البحار هو احترافه هذا هو الاول خاص يكون ما كيخدمش ماشي نخدم راسي ونخدم واحد مسكين ما نخدموش هي باش تكون ديمقراطيه وتكون شفافيه كيبان لي انه كيصب مقبل القانون كيصب صالح الارباب بالمراكب يعني الا لاحظتوا معايا لو شي حاجه اللي كانت قريب البحري لانه حنا اغلبيه البحاره ما عندنا حتى شي علاقه بهذا النقط كنا ديال البدايه حنا باقي الله بادي نشوفوا بعض الاخوان لانهم يعني صابوا بزاف خطاوا لقدام لما كنا نصليوش ليال وما يكونش عندنا واحد صوب الضب ويكون حسن النيه بيناتنا حنا مجموعين هنا كاملين البحر مهمش اللي كيريح ما كيستافد في والو باركور باركور بيه تلقى كريح وكيتخلص في المؤسسه الراحه البيولوجيه يعني كنت هذا من الاهداف ديال الجمعيه ان شاء الله انا دافع على البحر في الراحه البيولوجيه الصيد مش الصيد من على البحر من ناحيه التجاريه ثانيا يتم تسجيل الدرس ثانيا كيف سيتم تكوين وتاهيل البحار واين وكيف ذلك قبل الاتحاد بالعمل ديالو لا قبل دخلت انا هنايا وجيت جالس وستي مهدي صوت لي هو في كوبوات كاين ارتياح الحمد لله نتمنى الخير والله يكمل بخير وهذه غير بدايه ما نعكسوش وكاينين الناس اللي فاتت ال 50 كتمشي لشي شركه تبغي تدفع لها كيف كان هو المشكل ديال السن كاع هاد النقط كامله راه خاصها تكون من الاهداف القانون الاساسي اهداف علاش تدخلوا لك بعد الاخ والاخ الاخر اللي تكلموا لك هنا عندهم خلط ما بين الصيد البحري والملاحه التجاريه ولكن ملي كدير البحر ديال الملاحه التجاريه اختصرتي على الغوا ولكن ملي كدير رجال البحر كتجي من كوموندو انت هو اللي حدا الماشين لان كل ما عنده علاقه تكلمنا عليها اذا بالاجماع تم المصادقه بالاجماع على تدوين هذا القانون الاساسي مع تعديلات التي تم التطرق اليها الان غندابو باش نعرفوا شنو كاين دابا على حساب التمثيليه ديال الجهات اللي حاضرين معنا في الجمع العام كاين عندنا سعيف ابراهيم وسعيد عطور من الدار البيضاء مفكر يونس من جديده وعبد الله ريان من جهه ديال طنجه والمضيق كتبان المصري يوسف ماشي يوسف 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 هادو ديال التمثيليه ديال الجهات من غير جهه اسفي جهه اسفي كاينه فيها التمثيليه ديال سته الاعضاء فيها عبد الله العسيري كمال الغرنيطي عبد الواحد المطاقي البحر بومهدي البشير نور الدار هادو خمسه تويبي تويبي والله يبارك كنشكروا الاخ ديال صافي الجنوب على هذه التغطيه اللي درنا للجمع العام التاسيسي ديال بحاره الملاحه التجاريه المركز الوطني للبحاره التجاريه انتخبت فيه انا كرئيس وطني اولا هذا تكليف ماشي تشريف هو بالنسبه للجمعيه الاهداف ديالها واضحه وباينه لانه ما وصل اليه البحار ديال الملاحه التجاريه يعني وصل للحضيض يعني كل شيء تجاهلو الان جينا باش نكونوا شركاء حقيقيين باش بالرقي ديال هذا البحار ديال الملاحه التجاريه يعني كنعني بالبحار الفندقي الميكانيكي البحار ان شاء الله غادي نخدموا على هاد سميتو على هاد غنديروا واحد خارطه الطريق للاشتغال وان شاء الله من بعد غنأسسوا الفروع الجهويه ديالنا وغادي نشتغلوا والحمد لله دازت الامور كلها بخير وعلى خير بشفافيه بديمقراطيه وكنشكر الجميع وش اللي داروا فيه وضعوا فينا السلام عليكم كبحار من جهه 16 الدار البيضاء اسم مفكر يوسف كنت نعمل بالشركه المغربيه للملاحه كوماناف رد الهدف ديالنا من هذا المؤتمر التأسيسي هو انه رد الاعتبار للبحار المغربي
وكذلك بعد معانا هذا البحار من الاقصاء والتهميش والتشريج والتشريد نتيجه الافلاس المفتعل من طرف المسؤولين ديالو، وكذلك نتيجه غض البصر من طرف الحكومات. معك العسيري عبد الله اوفيسي ميكانيسيان ثلاثيام كلاس، كنت ابور ميكانيسيان دي نافيغ الريف دي شركه ديال الام تي سي، وحنا جينا حضرنا مع الاخوان لهذا الجمع التاسيسي اللي ديال الملاحه التجاريه، لان الملاحه التجاريه تعيش واحد المشاكل كثير بزاف لله. فهمتي، وجينا حنا شاركنا مع الاخوان بالاراء ديالنا الحمد لله، باش نحاولوا ذاك الشيء التجربه اللي عشناه نقولوا لان البحار تعيش بواحد الحاله وزريه، وكما تنسمي انا الميدان المسكوت على الوزاره ما تحركتش على ما حركت حتى شي ساكن في لان حد كاين عندنا واحد المجموعه من البحار من 2012 كومانار في الام تي سي الريف تعيش واحد المشكل كثيره، والدوله ما حركت حتى شي ساكن، وحنا جينا المولود جديد ربما يقدر يخرج. معكم عبد الله ريان بحار ملاحه تجاريه. اليوم كان عندنا هنا في مدينه اسفي جمع تاسيسي ديال مولود جديد اللي هو المركز الوطني لرجال البحر. جينا من جهه الشمال مدينه المضيق، نمثلوا جهه الشمال جهه طنجه تطوان النواحي ديالها كاع البحاره، اللي حيت كاين بزاف الاخوان اللي كيشتغلوا حاليا وما قدروا، وعطاونا النيابه اننا نمشيو نتكبدوا شويه عناء السفر وهذه، ولكن هذا الشيء كامل في صالح العام ديال كاع البحاره، اللي نحيوا واحد القطاع اللي نساتوا الدوله ونساه المسؤولين نساوه كل شيء، يعني ويكون عندنا يكون عند هذا المركز صادق. احنا الناس ديال الدار البيضاء جينا حضرنا لواحد المؤتمر اللي كيهم البحاره واللي كيرد لهم الاعتبار بالخصوص البحار اللي تهضمات الحقوق ديالو في جميع الحقوق، لا داعي للذكر ديالها، اللي كيعرفوها جميع البحاره باسم البحاره باسم جميع البحاره المغاربه. انا كنهضر ماشي غير بصفتي انني من الدار البيضاء، والله يصوب الله يصوب الله يوفقها. هاني المهدي خصو يدير بزاف كيسكسو.